والآن أريد أن أنتقل إلى جوزيف باهو. ذكرنا في المرة السابقة عندما كنا في واشنطن دي سي، والعنوان كان الذي كان لدينا في مع المجلة فورين ماجازين هو العودة إلى سايكس بيكو. وهذه السنة حيث لدينا الذكرى 100 سنة على مرور سايكس بيكو، لدينا نريد هذه الكلمات الخاصة بالتأمل وإعادة النظر. نحن اخترنا إعادة تخيل، لأننا عندما نتحدث عن الماضي، عندما نتحدث ونتأمل في الماضي كثيرا، في بعض الأحيان نكون نعلق في نقاشات البارحة وليس في رؤية المستقبل. الآن أريد أن أطرح هذا السؤال عليك، عندما تتخيل المستقبل كيف سيكون المخرج؟ بداية أشكرك لدعوتكم لهذه المدينة والدولة التي أحبها، وأتمنى لهذه الدولة النجاح الدائم. شكرا أيضا للدكتور وضاح للدعوة. في الواقع التحديات التي يعني تقولونها لي هي يعني مضاعفة، لأنني أتكلم أخيرا ولقد قلتم كل شيء، لذلك سوف أحاول إيجاد شيء ذكي لأضيفه لما قلتم. في الواقع هي فرصة جيدة، لأنني أود أن أذكر يعني اسم هذه الجلسة وأضعها في وجهة نظر أوسع، كما فعل الدكتور وضاح خنفر في الصباح في خطابه الترحيبي. بداية ملاحظتين سريعتين. ملاحظة تتمحور حول مفهوم الأزمة. هذا المفهوم هو مفهوم يعني يصغر المشكلة، كما قلتم هذا الصباح المشكلة أكبر بكثير من أزمة. لا أعرف كيف يعني ندعو المشكلة، هل هي مشكلة تهديم وبناء، زلزال أو ما شابه. الأمر أكبر من أزمة، لأن الأزمة عادة هي نوع من مشكلة في جسد يعيش حياة طبيعية، ونحن تجاوزنا هذه المرحلة. لا أدري ما هي المقاربة التاريخية التي يمكننا أن نقارنها بما نمر بها الآن، لكن الأمر أكبر من أزمة. لذلك ما يجب أن نصل له بعد الأزمة يجب أن يكون كبيرا بكبر ما نمر به. يعني نحن لا يجب أن نعيد إنتاج ما كان. فمثلا في مصر إذا أنتجنا نفس النظام القديم فإن الدول سوف تسير باتجاه براكين أخرى. لذلك يعني يجب أن نكون صبورين وحذرين فكريا حيال السرعة التي نصف بها نهاية اللعبة وما ينتج عنها. ثاني ملاحظة هي إلى أين نحن ذاهبون؟ أعتقد أن ما قلته في البداية كان صحيحا، وما قلته يدفعني للتفكير دائما. أعتقد أنه خلال الأحداث التي حدثت في ال4 سنوات الماضية قادتني لأقول جملة أو لأتذكر جملة ذكرها أنتون جرانشي في العشرينات لما كان مزجوزا. قال العالم القديم ميت والعالم الجديد لم يولد بعد، لذلك في هذه فترة الفراغ السياسي ما بين الموت والحياة لدينا وحوش تستوطن الدول ولدينا وحوش تأكل كل شيء. هذا هو الوضع بصراحة الذي نعيش به، ولا نود لهذا الوضع أن يدوم لعقود كثيرة. أول جواب سوف أعطيك إياه، السؤال الجواب الأول لسؤالك سوف أعطيك إياه. هناك أعراض كبيرة للمشاكل، الإقليم يواجه مشاكل كبيرة ضمن النظام العالمي، وأكبر وحش نواجهه اليوم في الدول العربية هو داعش، وأيضا لدينا مشكلة في هذا الإقليم تتمحور حول مشاكلنا مع القوى الدولية.
فيعني داعش أحيانا تشغل انتباهنا عن النظر لما هي المشاكل الأساسية في المنطقة. بداية إذا أردنا الإجابة على سؤالك يجب أن نعترف بأن هناك أعراضا ووحوشا مثل داعش ومثل الحكومات الاستبدادية هي ميتة. بالنسبة لي أعتقد كما يوافقني برهان أعتقد أن نظام الأسد مثلا قد مات ولكننا لا نستطيع دفنه، هو ميت نظريا، هو يعني بحسب المفاهيم هو ميت لأن الناس تحدت هذا النظام والشعوب تحدت النظام، وهذا حدث أيضا في تونس. ولكن لدينا مشكلة، نحن مهوسون بهذه يعني نحن الآن مهوسون مثلا بقتل النظام للناس في إدلب في حلب، ولدينا داعش تحتل الموصل وما شابه. هذه الأمور تشغلنا عن النظر في جذور الأزمة. الأسباب الرئيسية للأزمة هي الأنظمة السياسية في الدول، ويجب أن نكسر هذه الأنظمة. لقد قرأنا كتبا كبيرة تتكلم عن دول المخابرات، عن دولة الزبائنية وما إلى ذلك. لدينا دول ترفع أعلام العروبة ولكنها على الأرض هي طائفية، هي تسعى للتفرقة ما بين الناس. لذلك هذه الجذور للمشاكل، هنا جذور الأزمة. لذلك يجب أن نحل هذه المشاكل ونكتب عقدا اجتماعيا جديدا. ربما يجب أن يأخذ ثلاثة أمور بعين الاعتبار: أولا الحوكمة، يعني شرعية أي حكومة تعتمد على جاهزيتها على مصداقيتها، وكما قال الدكتور إبراهيم. ثاني تحدي يجب أن يواجهه هذا العقد الاجتماعي الجديد هو التضمين، تضمين كل المجموعات على الأرض. كما قال المرزوقي يجب أن يكون هناك إعادة تصالح ما بين العلمانية وبين الإسلامية، يجب أن يكون هناك تصالحا ما بين المعارضة والحكومات ربما، ويجب أن لا نعتبر كل المنظمات التي هي ضد الحكومة أنها منظمات إرهابية. ثالث تحدي للعقد الاجتماعي الجديد، ونقطة يجب أن يهتم بها خاصة بيننا نحن كسياسيين، لدينا مشكلة بالتعددية. يجب أن نجمع الوحدة مع التعددية، هذين أمرين يجب أن يصلا لخلطة لكي ننجح. فلا يعني أنا لا أعتقد، لا أرى الشرق الآن، شرقنا المحبوب، لا أستطيع أن أتخيل أنه يعيش بطريقة لا تقبل التعدد بعد هذه الأزمة وبعد الثورات. يعني لا أريد، لقد تحدثوا عن مساكس بيكو ولكنني يعني لا أريد التحدث مثلا عن لبنان، ولكن يعني لأن الأمر سوف يطول، ولكن لا نريد أن يصبح تشظي مثل لبنان. حسنا، هل نحن على وشك الخروج من النفق؟ أعتقد أن حالة الفراغ السياسية التي تكلم عنها غرامشي هي طويلة. نحن الآن لدينا أنظمة سياسية محطمة، عقود اجتماعية محطمة. يجب أن نجد صورة ونتخيل طريقة للخروج من هذا الحطام. وفي هذه المنطقة يجب أن تتعايش مع وجود حطام سياسي الآن، ولكنها سوف تخرج من هذا لاحقا. لا أود أن أتكلم عن الموضوع العربي الفلسطيني الجاري، وهو لا زال يعني مشكلة موجودة، ولكن سوف أتكلم عن موضوع قلتموه وتحدثتم عنه في كلماتكم، السنة والشيعة. هناك شرخ بينهما.
هناك شارك طائفي ما بين المسلمين، ولكن هو أيضا موضوع جيوسياسي ما بين إيران والسعودية. ما بين هذين اللاعبين هناك أمور مهمة، هناك مواجهات في المخاوف والفوبيا، والطرفين يمثلان بعضهما بطريقة مخيفة، وأيضا لدينا قوى يعني صاعدة وهي إيران، وقوى متهالكة مثل دول الخليج، وأيضا هي تمر بمشاكل في أسعار النفط وتمر بمشاكل مع علاقاتها مع الغرب. لذلك هذه معلومات كثيرة طبعا، ويجب أن نتعايش معها لوقت طويل، ويجب أن نفكر بها لكي ننتهي من فترة الفراغ السياسي لننهض بالمناطق التي نعيش بها. الآن نحن نشهد إعادة تنظيم للهيكلية الإقليمية. فمثلا الدول التي كانت فيما مضى أعمدة للثبات والاستقرار أصبحت تواجه مشاكل، مثلا مصر كانت قوة أساسية للنظام العربي، العراق كانت إحدى دعامات النظام العربي، سوريا وربما غدا الجزائر وربما السعودية. هذه البلدان الآن تمر بمرحلة انتقالية، لا أقول أنها سوف لن تصل لنتائج، ولكن ما أقوله أن هناك قوى سياسية ناشئة الآن، وهي تقول وتدعي أنها قوى على مستوى دولي مثل قطر مثل عمان وما إلى ذلك. نحن لا نتخيل بشكل كافي يا ترى كيف سوف يكون النظام والهيكلية للنظام السياسي العربي، من سوف يكون في منطق القوة بعد 10 سنوات، وأنا لا أتحدث عن تركيا وإيران وربما إسرائيل التي لا نتكلم عنها بشكل كافي. ولكن أنا حاليا لا أرى أننا سوف نخرج من هذا النفق بشكل سريع. أهم أمر وأهم سبب لظني بأننا لن نخرج من المشكلة هي النظام العالمي. مثلا أنا أعيش في واشنطن، ونحن نرى أن لدينا مثلا أمريكا لمدة 8 سنوات يعني بنت عقيدة جديدة، ولكن في عصر الانتخابات في أمريكا فهل سيكون الرئيس القادم سيتابع ما قام به باراك أوباما؟ هذا سؤال ضخم، لن ندخل إلى هذا النقاش الآن، ولكن يجب أن نحافظ على هذا في ذهننا. ولكن في التوازي مع هذا التراجع من العالم والانسحاب من العالم الأمريكي، لدينا طاقة قوة جديدة قديمة تعيد تأكيد نفسها في العالم. الآن نحن في منطقة هنا وفي كثير من الدول، حيث ربما القوى العظمى اليوم التي تقوم بالعمل في حلب وعلى الحدود التركية هي روسيا، من دون ذكر صعود قوى أخرى مثل الصين وغيرها. كيف سيكون شكل بنية العالم بعد 5 أو 10 سنوات من الآن إن كان في نفس الوقت القوى الأمريكية بدأت في التراجع، وهي تتراجع لمدة طويلة وقد تتراجع للمستقبل لمدة أطول، ودول جديدة تظهر ولديها أيضا ضعفها، وهي تلعب في هذا العالم وتقوم. نحن نسينا استخدام الأدوات العسكرية من قبل الروس في سوريا، هذا الشيء يذكر الولايات المتحدة وقوى عظمى أخرى بأن الطريقة التقليدية بعمل السياسة من خلال الحرب، من خلال العسكر وإجبار واستخدام القوة شيء لم ينتهي بعد. يجب أن نفكر في هذا فيما يتعلق بمستقبل العالم. تحدثت عن أوروبا، هذه ربما اللحظة في على المستوى الدولي السبب الثاني لعدم التفاؤل. أنا أوروبي بالتبني وأنا فعلا مثلكم، وما زلت لدي آمال لهذا البناء الأوروبي، لكن ما علينا أن نراه أيضا وبشكل واضح وحاول حقيقة أننا في تركيا، هذا شيء يساعدنا على أن نراه، هو أن أوروبا اليوم هي أيضا على حافة التدمر، لا أقول الدمار ولكن أقول التفكك، والتفكك وبشكل كبير بسبب
البركان في الشرق الأوسط، موضوع اللاجئين، ارتفاع نسبة الإسلاموفوبيا. أيضا السياسة في أوروبا بعد سنتين ثلاثة ستكون مختلفة تماما في أوروبا عما نراه اليوم. البريكسيت تم الانتهاء منها. انتخابات في فرنسا ربما سترى صعود قوى ليست جدا مناسبة للاتحاد الأوروبي. أنجيلا ميركل قد تخسر الانتخابات في ألمانيا. الجانب الشرقي من أوروبا بدأ ينتقل بشكل كامل باتجاه المدار الأوروبي والقوى اليمينية المتطرفة. إن كان هذا الحال فما هو من سيكون شريكنا المباشر من دون ذكر أمريكا وروسيا؟ ما هي الدول؟ كيف سيكون؟ ماذا ستكون حالة جارنا الأقرب؟ وما هو النموذج الذي سيكون لدينا للتكامل العربي أو الإقليمي؟ إن كان هذا النموذج لكي يتم تفكيكه، لن أتحدث أننا سندخل إلى فترة حروب، ولكن أقول هل لدينا مشاكل صراعات في الهوية، لدينا موضوع الازدهار. وصلنا إلى نهاية هذا النموذج الذي أعطانا الازدهار وهذه القوة والإلهام. إذا وضعنا كل هذه الأشياء سوية، إن وضعنا النظام الدولي سوية وتفككه من دون وجود أي شيء في الأفق يقول أنه سيعاد ترتيبه، فالنظام الذي كان لمدة موجودا والمستوى العميق من التفكيك للعقود الاجتماعية والسياسية في العالم العربي، هذا لا يجعلني لا أستطيع أن أرى كيف يمكن أن نصل إلى مرحلة ما بعد الأزمة. وأنا مرة أخرى أحذر أن ضد التفاؤل السريع وأن نهاية المطاف قد وصلت، ولكن أنا على الأقل إن أردت أن أكون إيجابية بطريقة أقول هذه حافز آخر لنا لكي نجلس مع أناس مثل الشرق وآخرين لكي نصل إلى المستوى الأعمق في الأزمة ونعرف كيف نعود نعيد بناء نظام إداري أو نظام ممكن.